خارطة طريق ترسمها مصر لإنقاذ كوكب الأرض والحفاظ على المناخ وتنفيذ تعهدات مؤتمر باريس من أجل وضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري وما ينتج عنها من كوارث تطال جميع أنحاء العالم، فمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 بشرم الشيخ أقر إعلانا ختاميا يحث على خفض سريع لانبعاثات الغازات الدفيئة، كما تم الاتفاق على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيره على تحمل التكاليف الفوريه للتداعيات الناجمه عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 سامح شكري أكد أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ وتم التجديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة وأضاف شكري خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ أن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيزه والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود داعيا الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها من اجل الاجيال القادمه لوضع الوتيره المناسبه لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق اهداف هذا الاتفاق وكانت دعوه الدول الناميه الى انشاء صندوق الاضرار المناخيه قد سيطرت على مفاوضات الامم المتحده خلال الاسبوعين الماضيين مما دفع القمه للاستمرار بعد موعد انتهائها الاصلي مع مواجهه الدول صعوبه في التوصل لاتفاق